بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى دائما أن تكونوا في التمام والصحة والعافية إن شاء الله. تحياتي لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. أصدقائي الكرام، سنبقى دائما مع مواضيع تربية الحسون وتبسيط طريقة تربيته وإنتاجه داخل قفص إن شاء الله، وسأقوم بواجبي بتقديم كل ما هو أسهل وأضمن إن شاء الله، والنصائح دائما مقدمة على طبق، وأنت فقط حاول أن تعمل بها بهدوء لتحقق ما تسعى إليه. أما المواضيع دائما من تجربتي المجربة والناجحة، وليس هنالك أي تقليد في المعلومات، وليس هنالك أي معلومات مستوردة من مواقع وحسابات مختلفة. ثقتي بالنفس جعلتني أعتمد على نفسي والحمد لله. وفي هذا الفيديو سأقوم بتشجيعكم أكثر بأفكار صحيحة ومنطقية لإنتاج ونجاح التفريغ. حتى لو كنت لم تنتج من قبل، ركز معي جيدا بداية من هذا الفيديو وكل الفيديوهات القادمة تربطها نصائح مع هذا الموضوع. طبعا إذا كنت منتج من قبل، سأقترح عليك بعض الأفكار لتطوير الإنتاج أكثر ويكون إنتاجك وفير إن شاء الله. وركز معي جيدا حتى نهاية الفيديو كي تأخذ الفكرة بشكل صحيح إن شاء الله، ولنبدأ الشرح على بركة الله. إذن اليوم أصدقائي سأشارك معكم نظرية منطقية فيما يخص إنتاج الحسون. أول شيء، لنفترض أن المربي الناجح في تربية الحسون ينتج 3 أو 4 كوفيات من زوج واحد، أو بالأحرى من أنثى واحدة في الموسم، يعني معتاد على الإنتاج. لذلك 3 و4 كوفيات من أنثى واحدة يعتبر شيء عادي جدا. أخي العزيز، أنت إذا لم تكن لديك أي تجربة في الإنتاج، لا تفكر في إنتاج هذا العدد من الكوفيات. لماذا؟ ليكن في علمك أن الأنثى المعتادة على الإنتاج تبدأ الإنتاج قبل الأنثى الغير المجربة، فهي معتادة على ذلك في القفص، لذلك تسهل المهمة على المربي وكل شيء يسير على ما يرام. أنت ماذا تفعل؟ فكر في إنتاج كوفي واحد أو اثنين، فإنتاجهما ليس صعب أبدا، فقط يحتاج القليل من الصبر والوقت، سيكون طويل وكافي كي تجهز الأنثى نفسها للتزاوج. نحن الآن في شهر ديسمبر، ما زال عندك الوقت لتحضير الإناث حتى شهر مارس أفريل وحتى شهر ماي، يعني في فصل الربيع الذي هو أحسن وقت لإنتاج الفراخ من كل النواحي، سواء في درجة الحرارة، سواء في الرطوبة، سواء في الحالة النفسية لطيورك. كل هذه العوامل لصالحك كي تنجح في الإنتاج ولا تخسر بيض فارغ أو موت الفراخ. حتى إذا لم تكن لديك خبرة، ففي هذا الوقت تكون الإناث جاهزة للتزاوج. أغلب الإناث تجدها جاهزة للتزاوج، والأنثى لما تكون جاهزة وعنقود بيضها جاهز للتلقيح، ستلاحظ كل علامات الجهوزية ملحوظة، وستلاحظ كيف تتجاوب مع أي ذكر حينما تقربه إليها. لذلك لا تستعجل، فإذا كنت مربي صبور سيصبح كل شيء سهل. وأنصحك أيضا أن لا تعتمد على أنثى واحدة، من الأحسن تربية الإناث أكثر من الذكور، وسأوضح لكم قليلا لكي نفهم المقصود جيدا. إنتاج 3 أو 4 كوفيات من أنثى واحدة يستغرق الوقت حوالي 5 إلى 6 أشهر، بمعنى كل عش يستغرق حوالي 45 يوم من التزاوج حتى فطم الفراخ. وإذا ضربنا 45 يوم في 3 أو 4 ستجد حوالي 5 و6 أشهر. كل هذا الوقت في مصلحتك لإنتاج كوفي من أنثى واحدة، يعني إذا كانت لديك 3 إناث وذكر واحد ستنتج 3 كوفيات إن شاء الله.
أعطي للإناث الحرية المطلقة واهتم بها فقط بالأغذية استحمام تشميس وستعطيك نتيجة مميزة إن شاء الله. هذا إذا كنت مهتم بمشاهدة الفراخ لأول مرة. حاول أن تعمل بهذه الفكرة، فموسم الإنتاج لم يحن بعد، وليكن في علمك إنتاج الحسون في الشتاء وقبل وقته سلبياته أكثر من إيجابياته، والوقت المناسب هو الربيع وليس فصل الشتاء. فلماذا نستعجل في تزويج العصافير؟ وفي هذا الوقت حاول التقرب لطيورك، وخاصة الإناث حاول ترويضها أكثر، هذا سيساعدك أكثر، وخاصة إذا كنت تربيهم في مكان تكثر فيه الحركة وتريد الإنتاج في ذلك المكان. من الأحسن ترويض الإناث لتتعود على ذلك، لتتعود على الحركة، على الضجيج إلى غير ذلك، ولا تستهين أبدا في تشميسها واستحمامها. أنا أعتمد كثيرا على الاستحمام والتشميس، والنتائج الحمد لله، وأشياء أخرى، مصدر الكالسيوم والبروتين إلى غير ذلك، وسأشرح كل التفاصيل لاحقا إن شاء الله. هذا بالنسبة للمربي المبتدئ، من الأحسن الصبر ثم الصبر حتى فصل الربيع، ولا تستعجل في تركيب الذكر مع الأنثى منذ الآن في نفس القفص، لأنك ستتعب كثيرا معهم، الذكر في قفصه والأنثى في قفصها مرة على مرة. قربهم إلى بعضهما لتعرف أين وصلوا في الجهوزية. تمام، الأنثى أصدقائي هي أساس النجاح، الأنثى هي أساس النجاح وليس الذكر. الذكر بإمكانك تبديله، أما الأنثى يصعب إيجادها، حتى إن وجدتها ما في أحسن من الأنثى التي تربت على يدك. تمام، وبتركيب الذكر مع الأنثى في هذا الوقت، خلل بسيط يفشل عملية التزاوج إذ لم تكن لديك الخبرة كيف تتعامل معهم، وهناك الكثير يتبع هذه الطريقة. في النهاية بيض غير مخصب، حتى ولو نجحت بها فنسبة نجاحها ضئيل، وأغلب المربيين يشتكون من بيض غير مخصب. أما إذا اتبعت الطريقة التي أنصحكم بها دائما، عملية التزاوج تكون دائما أمام عينيك إن شاء الله، لأنك أدخلت الذكر على الأنثى في الوقت المناسب، والتزاوج أمام عينيك، وكل شيء يسير على ما يرام إن شاء الله. وما يعجبني أكثر في طريقتي هو أن الإنتاج يكون وفير بعدد قليل من الطيور، وسأعطيك مثال، وأنت قارن بين الطريقين، قارن بين الطريقتين لتتأكد من صحة كلامي، وركز معي جيدا لتفهم الفكرة. مثلا عندك ذكر قوي وجاهز، لماذا لا نستفيد منه مع أكثر من أنثى؟ يعني أن يتزوج مع ثلاث إناث مثلا، ثلاث إناث أحسن من أنثى واحدة، أليس كذلك؟ فكلما وضعت الأنثى البيض نسحبه وندخله على أنثى أخرى، وهكذا نستفيد أكثر من ذلك الذكر مقارنة بتركه مع أنثى واحدة. ولأوضح، فبعد تلقيح الذكر للأنثى كل التفاصيل تقريبا تقوم بها الأنثى، تبني العش وتحضن البيض، وهذا يستغرق حوالي 22 يوم من وضع أول بيضة حتى الفقس، حتى فقس آخر بيضة. كل هذه المدة والذكر مع الأنثى يأكل ويشرب ويغرد حينما يحلو له، إلا غالبا ما نجد ذكر يطعم الأنثى أثناء الحمل، وهذا لا يهمني، ما يهمني فقط أن يلقح الإناث. وهل بإمكان الأنثى إطعام الفراخ لوحدها؟ نعم، عادي جدا، وهذه الطريقة أستعملها كل موسم. إذا كان لديك ذكر قوي حاول أن تستفيد منه قدر الإمكان صديقي، وأنصحكم من هذا المنبر لتربية الإناث أكثر من الذكور، وتربية الذكور لوحدها والإناث لوحدها حتى فصل الربيع. فكل ذكر بإمكانه أن يتزوج مع ثلاثة أو أربعة إناث في ظرف شهر واحد،
يعني أن ننتج 4 أعشاش أحسن بكثير من أن ننتج عش واحد، أليس كذلك؟ فماذا لو كان لديك 3 ذكور و12 أنثى؟ سيصبح المجموع 12 عش إذا نجح جميعهم طبعاً. 12 عش من 3 ذكور أحسن من 3 أعشاش مع 3 أزواج، أليس كذلك؟ إضافة إلى ذلك، هذا فقط الكوفي الأول، كل أنثى وضعت كوفي وتحصلنا على 12 كوفي من 3 ذكور، يعني لكل أنثى. فما هو رأيك؟ كل أنثى تضع لك 3 كوفيات في الموسم، وكل كوفي مثلا 4 فراخ، في رأيك كم يكون عدد الفراخ التي ستكون بحوزتك؟ أليس هذا إنتاج وفير؟ وبالقليل من الذكور أيضا، حتى لو قمت بتركيب 12 زوج يعني 12 ذكر و12 أنثى، صعب أن تنتج هذا العدد لأن هنالك نوع من الذكور يكسر البيض ويرمي الفراخ لما نتركه مع الأنثى، كل هذا لأنه يريد أن يتزوج مرة أخرى، الذكر نريد التزاوج ويريد أن يلقح الإناث، ولا يهمني أن يكون شريك الأنثى إلى الأبد، هكذا أفكر. كل هذه التفاصيل أصدقائي الكرام سنربطها وسنربط معها مواضيع لها علاقة بهذا الموضوع، وسيكون كل شيء سهل إن شاء الله. كونوا أوفياء معنا. وصلنا إلى نهاية الموضوع، هذا ما أستطيع شرحه اليوم، لكن أعدكم بتقديم الأفضل والأحسن والأسهل في المواضيع القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.